السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي. اليوم إن شاء الله نشترك معكم وصفات صحية وسريعة التحضير، أتمنى إن شاء الله تعجبكم وتفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. بسم الله على بركه الله. غنبداو دابا العجينه. العجينه هنا درت معلقه ديال العسل معها الخميره، هنا درت الخميره. من بعد غندير دابا معلقه ديال الملح، صافي. هذه هي المكونات ديال هاد العجينه، غادي نعجنها دابا بسم الله. من بعد ما جمعت العجينه كيف ما كتشوفوا معايا، دابا غنضيف ليها زيت الزيتون. هاد لاستيوس هادي كتجيب الخبز رطب وزوين بزاف، يعني اي نوع ديال الطحين كتستعملو، ماشي بالضروره نستعمل. وبالنسبه لهاد العجين راه اي نوع يعني استعملتو راه مزيان. انا غير انا مابقاتش عندي، انا كنت كنستعمل غير الدقيق الكامل ديال المغرب، مابقاتش عندي. داكشي اش كنشري هاد الفارين ديال بيو في المغازا بيو. صافي كنعجنوها كيف ما كتشوفوا بالطريقه التقليديه. الا قدرتوا تستعملوا خميره البلديه فهذا افضل. صافي غنستمر بنفس الطريقه، غندخل فيها مزيان هاد زيت الزيتون وغندلكها مزيان وغادي نخليها ترتاح. كيف ما كتشوفوا معايا هي عجنتها، ضروري ما نخليوها شويه مطلوقه باش يجينا الخبز زوين، اخص فيه الشعير وفيه الا درناه قاصح راه ما غاديش يجينا. هي كتعذب شويه ملي كتكون هكا كتلصق، ولكن نستعينوا بشويه ديال الدقيق ولا شويه ديال زيت الزيتون، من الاحسن شويه ديال زيت الزيتون. صافي دابا هاد الجزء غنستعملو ان شاء الله باش غندير به مخامر، وهاد الجزء غنستعملو باش غنديروا به واحد الخبز، واحد الخبز عجيب وغريب. وهاد الجزء هذا ان شاء الله غادي نديرو به بطبوط عادي معمر. من بعد ما خليت جوج ديال الاجزاء ديال العجينه يرتاحوا، دابا غادي نجيب المكون العجيب الغريب اللي غادي نضيف ليها. نضيف ليها هاد الشاربون. هاد الشاربون راه في المخبزات دابا مؤخرا، المخبزات الفرنسيه ولاو كيستعملوه. هو مزيان ملي يكون، ماشي دائما خاصنا نديروه، لان هاد الشاربون هذا كيابسوربي كاع يعني الفيتامينات اللي كيكونوا عندنا في الجسم، كيابسوربيو حتى الحوايج اللي خايبين. ملي كيكون عندنا مشكل ديجيستيف، يعني كيكون شي واحد مريض عندنا في الدار، باش يدوز ليه يقدروا نديروه ليه في الخبز. ولكن انا هاد البواطه هادي راه كنستعملها، هاد الشاربون هذا كنستعملو سنين هادي ملي كيكونوا وليدات مراضين. كناخذ معلقه بهاد المعلقه ديال العود، كنضيفها في معلقه ديال في كاس ديال الماء عامر وكنعطيها لهم. اختاريت باش نشارك معكم هذه وغادي نخليكم، لان غنطول بزاف الا هضرت لكم عليه. نخليكم تقلبوا في انترنت على شاربون فيجيتال اكتيفي. نقلب لي نقرب ليكم، نتمنى ان شاء الله يكون كيبان ليكم شاربون فيجيتال اكتيفي، وقلبوا عليه مزيان في انترنت وغادي تلقاو المنافع ديالو. مهم انا دابا راه سنين هادي، يعني مده كبيره ملي كانوا كاع وليداتي صغاري كنت كنستعملو. غنضيف هنايا معلقه هذا، نستعملوه حسن لينا من الحوايج لي شيميك. نبقاو نعطيو وليداتنا لي زونتيبيوتيك راه ماشي مزيان. وانا غنضيف هنا شويه ديال القرعه، غير هو في المطبخ ما نستعملوش بزاف، نستعملو غير ملي يكون عندنا مشاكل صحيه. هنا غناخد معلقه ديال زرع الكتان، معلقه ديال زرعة نوار الشمس. صافي غنكتفي بهاد ثلاثة ديال المكونات. غنضيف نزيد شوية ديال زيت الزيتون، غير شي شوية ماشي بزاف. صافي وغدا نحاول نعجن هاد الشاربون مع هو اللي يدينا راه كيكحالو، خصنا نديرو دي غون. ومن الأحسن بصراحة نخلطو مع الدقيق، بما انني انا كنت باغا عجنت عجينه وحده واستعملتها، داكشي باش راني ضفت زيت الزيتون باش كيتخلط لينا.
غنستمر نبقى نعجنها حتى تولي يعني يولي فيها اللون موحد ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما خمرات لينا العجينه كيف ما كتشوفوا معايا هبطتها دابا وغادا نبدا بها هي الاولى. غادا نخدمها هنايا بحبوب ديال الايلان وشويه ديال النخاله ديال الشوفان. غناخذ شويه هكذا غناخذ غير خبيزات صغارين كيف ما كتشوفوا معايا. غدا نقطعهم هو الاول يعني قبل ما نخليهم يخمروا في هكذا. غدا نوضعهم دابا في صفيحه ديال الفرن وغنستمر بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين ومن بعد غنخليهم يخمروا ونطيبهم ان شاء الله بسم الله. وبالنسبه للمخمرات اللي غدا نقرصهم ان شاء الله بزيت الزيتون وغدا نطحن واحد القدر ديال هاد زرعه الكتان وغنطيبهم هكذاك ومن بعد غنوريكم ان شاء الله شنو كيفاش كيفاش غنقدمهم ان شاء الله. بسم الله. دابا انا خديت العجينه غنسرحها كما كتشوفوا معايا وها هي زرعه الكتان طحنتها يلا طحنتها ما محمره ما والو. بسم الله. هاد النوع هذا ديال هاد الخيمات هادو ما نحتاجش نرقوا بزاف يعني العجينه ان فيه الخميره. دابا دهنتو بزيت الزيتون غناخذ دابا زريعه الكتان المطحونه بسم الله. غنوضع واحد الكميه مهمه كيف ما كتشوفوا معايا وكنفزقوها في زيت الزيتون يعني خاصها تكون ثابته. حتى بعض من الذين يخمرون قرارا نقول لهم خلوا بيننا وبين الناس سيبونا بس نعلم الناس ناخذ بدون الخير فالناس عندها زود في 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 هذا القرار. انا ممكن اعطي تفسير بس محدود. حينما خاب ظن الناس في الدعاة الى الله احيانا حينما الداعي ارتزق بها. سمحوا لي ديشارجت لي الكاميرا وما استطعتش نكمل التصوير. المهم هادو كان نلويهم هكذا مره اخرى ان شاء الله نعاود نتلاقى مع نعاود نشارك معكم الطريقه. غنستمر بنفس الطريقه وغادي ندوزو باش نعمرو البطبوط ان شاء الله. والحشوه ديال البطبوط ديالنا هي هذيك المطيشه المعسله اللي كنت تشاركت معكم اخر مره. وهنا بصله مشحره كنضيفها لهاد المطيشه المعسله. هنا عندنا الزيتون مقطع طريفات صغار وهنا عندنا الطون صافي. وكتكون هذه هي الحشوه باش غادا نعمرو ان شاء الله البطبوط صافي. دابا غادا نبدا نعمر في البطبوط ديالي. خديت هنا شويه ديال الدقيق ديال الساكل هو اللي غادا نعمر اللي غنخدم به. ناخذ غير شويه ديال الحشوه نخدم طيبيطات غير صغارين ما يكونوش كبارين بزاف صافي كيف ما العاده تنعمرهم هكذا. غنكمل نعمرهم كاملين ان شاء الله وندوزو باش نحضروا الشوربه. بسم الله على بركه الله. دابا غنوجدوا لا سوب ساهله كتحضر بسرعه. زيت الزيتون بصيله ونشحروهم. من بعد ما تشحرات ليا البصيله هنا غنضيف ليها الماء طايب الماء ديال طيبت فيه الكروفيت القشره ديال الكروفيت وغادا نضيف ليه هنايا ثلاثه ديال الحبات ديال الخيزو
وهنا عندي زنجبيل محكوك طري، وهنا عندي حبه ديال الفلفل الحار، وعندي راس صغير ديال الثومه. من بعد ما ضفت هنايا خيزو غادا نضيف هاد العدس هذا اللي كيكون هاد اللون ديالو برتقالي. غادي نخلي هاد المكونات ديالي كامله طيب ونعاود نتلاقاو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا ها هي دابا صافي طابت، غير كتوجد هاد لاصو سهله توجد بسرعه. دابا غادا نملحها، الملح، الكركم، هاد معلقه صغيره بزاف دونك، وغنضيف ليها شويه ديال القزبر والكمون. صافي هذا باش غنسمها ان شاء الله. دابا غادا نطحنها، وغادا نضيف ليها من بعد ملي غادا نطحنها غنضيف ليها زيت الزيتون ونص كيلو ديال لي كروفيت، وغتصبح واجده. وهذه هي لاسوب ديال اليوم ان شاء الله. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا. هنايا المخيمرات ضروري ضروري مدهنهم بزيت الزيتون ولا زيت ارغان والعسل، الا ما دهنتهمش ماشي كلشي الناس كيعجبوهم، كيجيو بحال شويه ناشفين. وهادو الطيبطات اللي عمرناهم بحشوه بسيطه جدا وسهله ديال سهله التحضير، بهذيك مطيشه المعسله اللي كنت حضرت في الوصفه اللي فاتت. ولاستغ ديال هاد الطبله هادي هي هاد لاسوب هادي، كتجي لذيذه 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 بزاف، لان بحال ولدي الصغير انا ما كيبغيش الشوربه ديال العدس، هادي شرب منها دوبول. نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوها. وصافي، وبالنسبه لهاد البلاطو ديال المملحات هو اللي كنت نزلت لكم المره اللي فاتت، نخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو. صافي ها كيكون هذا هو. وبالنسبه لهاد لي سيغار هادو، راه الحشوه ديالهم هي نفسها اللي كنت استعملت في دوك الوريدات، يعني الكفته والبرقوق، بالكفته والبرقوق والتوابل العاديه اللي كنديروا في الطاجين ديال اللحم بالبرقوق. نتمنى صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا بوصفات بسيطه جدا. وهاد الخبز هذا اللي وخلون ديالو هكذا غادي ياكلو ان شاء الله، اللي غادي يكون اللي ضره الكريشه ديالو، يعني هذا ممكن نحضرو من يكونوا دايرين وجبات دسمه، ماشي دائما من يكونوا محضرين مثلا اللحم ولا وجبات اللي غنخافوا من الهضم ديالها، ممكن اننا نحضرو النص يعني في هاد الشاربون، والنص يعني يكون عادي. وبالنسبه للمذاق غادي تسولوني، ضروري غتسولوني واش المذاق ديال هذاك الشابون كيجي باين، ما كيجيش باين بالمره وكاننا ما درنا حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله تبحثوا على هاد الشابون هذا، وهو في صراحه يعني سي اور سوجي، يعني غير زدتها لانني عارفه بان بزاف ديال الاخوات عندهم وليدات، غير مؤخرا ولدي الكبير عيان يعني ضرنوا البصيرنات ديالو، داكشي اش حضرته وقلت لي مالا تشاركته مع خواتاتي لما كنتوش عارفين هاد، يعني ممكن الناس تكونوا عارفين، ممكن تكونوا عارفين هاد الفكره هادي، الا ما كنتوش عارفينها فلمالا نكون سبب و باش تكتشفوا هذا المكون هذا. صافي ما نكثرش عليكم، نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم ما جاكمش طويل. اعطوني الاقتراحات ديالكم، واش كتفضلوا يعني نقسم لي فيديو، يعني الفيديو يكونوا غير قصارين، ولا كتفضلوا ندير لكم مثلا مواعيد هكذا ديال الفطور، ولا فيديوهات مستقله يعني كل وصفه بوحدها. كنتسنى يعني الاراء ديالكم والراي اللي غادي يكون اللي غادي يعني يكون لايكي يعني غيوضعوا عليه جام اكثر، هو اللي غناخذه بعين الاعتبار. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.